شركه اليوتيوب باسم شركه الكتب ونقدم مثل المدراء مدير التسويق ومدير الموارد البشريه ومدير الانتاج ومدير الماليه ومدير أهلا وسهلا. شركتنا هدفها هي حل مشاكل المياه، يعني منع تبذير المياه أو لتوفير المياه أثناء قطعات المياه، وهذا المنتوج هو جهاز ولكن يصعب التنبؤ بمستوى الماء في الخزان. إذا قامت شركتنا باختراع جهاز لقياس مستوى الماء في الخزان ونعرف مستوى الخزان عن طريق المنبهات الضوئية، وهذا الأنبوب يوضع في الخزان لأن كل ضوء مسؤول عن نسبة معينة من الخزان، وهنا الكابل حسب الطلب أي بعد الجهاز عن الخزان. مميزة هذا الجهاز أنه بسيط وخفيف وآمن، إضافة إلى أنه غير مكلف يستعين شخصا يقتنيه، وكما قلت حجمه صغير يوضع في المنزل أو في أي مكان. التسويق كان بدون الأمر هي عن طرق تقليدية لعرضها عن أصحاب العمارات وأصحاب الفلاحين، ومن بعد ذلك عرضها في صفحات فيسبوك بالسوق الأسبوعي وبعض التجار. هذه أيضا مستعانة ب شو اسم الشركة تاعكم؟ ما قلتوش اسم الشركة. جوتا جود. ما هي الفئة المستهدفة؟ المنتوج تاعكم من أصحاب العمارات، جميع الفئات اللي عندهم مخزن. أصحاب العمارات المخزن تاعهم يكون فوق. يساعد انه أكيد هذا المنتوج يحل لك يعني يوفر لك الجهد والوقت وإلى آخره. أوكي. المنتوج هذا موجود في السوق، مثلا لما تديروا انتم تنتجوا منتوج تكون منافسة، إذا كان منتوج آخر موجود يباع قبل المنتوج تاعك. تم دراسة السوق ولم نجد أي منتوج ينافس منتوجنا فعرض هذا المنتوج. كان نصحتوا في السوق وقلوا عطيني ديتكتور دو نيفو، تعرف شنو معنى الفرنسية ديتكتور دو نيفو؟ ديتكتور دو نيفو تروح للسوق يقول لك كاين. لازم تتولي لي شي مميز تتولي لي راه جا في السوق فهمت وليدي هذا الجهاز كاين ديتكتور دو نيفو هذا ديتكتور دو نيفو المستوى كاش في المستوى لما نروح لواحد يبيع هنايا يبيع الاجدري يقول لي موجود يا كاش كاين هذا الجهاز يشتغل ببطاريه يشتغل ببطاريه كمل سؤال انت هذا كتقنعني اللي هذاك في السوق تاعك احسن منه مميزات انه يمكن من مواد موجوده في المنزل يعني انها في اجهزه قديمه يعني هي التطوير يقوم بتطوير بعض المواد المنتجه هذا تجل المواد الاوليه تاعو. شوف انا بالنسبه لي انا ندير لي باللي راني تما هاك ولا نقول لكم ماهيش مليحه وتتابعوا. انا بالنسبه لي ما تقوليش مواد اوليه ومش مواد اوليه لان هي مش راح نخدم انا راح نشري عليه. صديق البيئه انا مش راح نخدم انا غير مكلف بالنسبه للمطورين. هو جهاز غير مكلف. ايوه. ايضا انه امن. اها. بسيط. ايش معنى امن؟ خفيف. امن حجم صغير. يعني انه لا يحدث مشاكل مثلا. لازم تقول لي شوف دقيق معايا امن كتقول لي امن منين؟ يعني انه هذا اكيد يشتغل بالكهرباء لان راح ينقص مستوى الماء اكيد راح يحدث تفاعل بين الماء والكهرباء اذا راينا هذه المشكله و كم سعر المنتوج هذايا؟ فنحب نحب انا نشريه. 150 دينار. كيف احسب سعر 150 دينار؟ 150 دينار وكلفنا هذا المنتوج 295 دينار. يعني كاعطاء يعني نسبة قيمة تكلفة كانت 295 دينار. ايه و 55 دينار ال 295 دينار تكلفة المنتوج. ايه وتبيعوا فيها بالله؟ نحن نبيعوه ب 350 دينار. 35 زين فاهم. بعد اعطاء قيمة رمزية لبعض المنتوج. والمنتوج هل يعني هل في امكانيه انك تطوروه يعني الصفه تاعه ولا راح يقعد كيما راه؟ طور لانه نشوف فيه شويه كلي يعني منفصل مش كاين هنايا هي كابل ايزو هنا يحصل بين